أيهما أفضل أداء العمرة في رمضان أم في أشهر الحج أو في ذي القعدة وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تعدل حجة معي يعني معه عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك العمره في ذي القعده لان عمره كلها صلى الله عليه واله وسلم وقعت في شهر ذي القعده